نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن ديوان الملك حمد بن عيسى آل خليفة إشادته بسلمية المسيرة الحاشدة التي شهدتها المملكة أمس الجمعة، وردد المشاركون في المسيرة شعارات تصف الحكومة البحرينية بغير الشرعية، وطلبوا بإقالتها ضمن مطالب سياسية مختلفة. عشرات الآلاف في مظاهرة من أبرز مطالبها إقالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وتشكيل حكومة منتخبة والإفراج عن المعتقلين السياسيين. المشاركون نفوا أي بعد طائفي أو فئوي عن تحركهم، ورددوا شعارات تندد بما سموه استمرار الاعتداءات اليومية لقوات الأمن على مسيراتهم السلمية على حد تعبيرهم. يقولون كذلك إنهم لا يريدون أي تدخل أجنبي في قضيته، وإنهم متمسكون في الوقت نفسه بخيار الحراك الشعبي في الشارع. نبي نراوي يعني الحكومة وجهة نظرنا، أن إحنا عندنا مطالب، نطالب بالديمقراطية وعندنا حقوق نطالب فيها يعني كشعب بحريني. صعدوا هتافاتهم إلى الحد الأقصى خلال المسيرة التي انطلقت من غرب المنامة، وكان مخططا لها أن تنتهي عندما يعرف بساحة الحرية خارج العاصمة. أما حين حاول بعضهم الاقتراب من موقع ما كان يعرف بدوار اللؤلؤة فقد تصدت لهم أجهزة الأمن، فالمكان ذو رمزية خاصة بالنسبة للمعارضة البحرينية. فيه اعتصم أنصارها أياما وليالي من شهر فبراير العام الماضي، وفيه يقولون إنهم تعرضوا للقمع. إلى من سموهم شركائهم في الوطن وجه المنظمون رسالة فحواها أن مطالبهم نابعة من الحرص على إصلاح فساد السلطة وضمان عدم فسادها ثانية كما قال بيان لهم. أما رسالتهم للسلطة فتقول إن الحكومة الحالية فاقدة للشرعية. المطالب السياسية تؤخذ أما من خلال البرلمان أو من خلال الحوار السياسي. الأخوة في المعارضة تركوا البرلمان. المعارضة السياسية في البحرين كان عندها 18 مقعد من أصل 40 مقعد وانسحبت من البرلمان. وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أوردت أن الملك حمد بن عيسى الخليفة أشاد عن طريق بيان من ديوانه بما سماه الممارسة السلمية في التعبير عن الرأي، وقال البيان إن خروج مظاهرة سلمية يعد مفخرة للبلاد وأهلها، داعيا إلى هذه الطريقة الحضارية كما سماها نهجا في كل مناسبة. ونقلت الوكالة عن مستشار الملك للشؤون الإعلامية نبيل بن يعقوب الحمر أن حوارا شاملا لجميع مكونات المجتمع البحريني سيجرى قريبا.